تعال بقى نروح للخبر اللي جاي ده، عشان حاجه مفروض ان هي في الملاعب بره مش كومن، ممكن تبقى في الداخل في بعض الدول كومن، لكن هناك مش كومن، لانها حصلت يعني اتكررت بس كل فين وفين. أيوة. كانت لقطه مهمه جدا بصراحه وغريبه في البريميوم ليج، والازمه اللي حصلت كان بين توماس توخل وانطوني كونتي، مدربه طبعا بتكلم عن تشيلسي وتوتنهام. خلال المباراه امبارح انتهت هي المباراه، انتهت اول اوفر يعني او بالاجمالي كده بالتعادل الايجابي 2-2، كان ده الماتش. لكن في الجوله الثانيه بنتكلم طبعا الدوري الانجليزي ممتاز، حصل حاجه غريبه ودي لاول مره تحصل من فتره طويله، انا باكد على هذا الكلام. بعد لما مفروض الحكم يا كريم اطلق صفاره النهايه خلاص الماتش خلص، حصل اشتباك بين كونتي وتوخل في لقطه، يعني لو هنتكلم على تاريخ كده رجعتنا الاحداث، كان في مشاجره برده حصلت قبل كده بين مدربين خارج الحدود، كانت برده في البريميوم ليج بس قليله. كان مثلا على سبيل المثال كان وقتها يورجن كلوب طبعا مدرب ليفربول الشهير، وخوسيه مورينيو كانت برضو حاجه ما تتنسيش، مدرب روما طبعا الحالي والشهير جدا، وكان توتنهام وتشيلسي كمان السابق طبعا اسم له كل الاحترام وله القيمه، عارف حد يبقى ليه قيمه وقامه كده وبعدين يحصل حاجه زي كده غريبه. القصه ايه اللي حصل؟ ان هو خرج تشيلسي مفروض متقدم بهدف دون رد في الشوط الاول، ده كان الشوط الاول. بعد كده مع بدايه الشوط الثاني سجل توتنهام هدف التعادل عشان يروح بعد كده توخل طبعا مدرب تشيلسي للحكم، وكان الحكم الرابع وقتها عشان يعترض على الهدف، هو راح عادي يعترض خلاص، لكن تفاجأ ان هناك كان موجود كونتي، فهو ما كانش يعرف ان هو موجود، ده رايح يعترض فالتاني كان موجود، فحصل اكيد بالتالي مشاجره بينهم لان كونتي كان بيحتفل اكيد بهدف التعادل. برضو وقتها لما حصل هذا الصدام الحكم بطبيعة الحال أشهر بطاقة صفراء للمدربين، وده للاشتباك الشديد اللي كان ملفت اللي حصل بينهم، واللي أنكومن أو يعني مش طبيعي، يعني مش طبيعي برضو لأن الاثنين زي ما كنت بقول لحضرات كلهم أسماء وقامة طبعا. فمش طبيعي أن يحصل حاجة زي كده. أضاف وقتها كمان تشيلسي أو بعدها الهدف الثاني علشان يتجه بعدها توخل لجماهير البلوز المتواجدة خلف كونتي عشان يحتفل معاهم، لكن تم تصوير بقى الموضوع بأن دي محاولات، البعض فسرها استفزاز يعني ليه مدرب توتنهام اللي احتفل بالهدف الثاني ليه برضو في الدقيقة الأخيرة من المباراة، واللي انتهت بعدها زي ما كنت بقول لحضراتكم بالتعادل. لكن واضح أن الاثنين يعني أو في ما تفهمش بقى هل في امور خفيه، في حاجات اكتر من اللي احنا شفناها، لكن توخل بعد النتيجه اتجه لتحيه كونتي، لكن الاخير كونتي ما رضيش ان هو يبص له اصلا، ومن هنا تم اشعال الازمه مره ثانيه علشان اضطر الحكم اشهار الكارت الاحمر امام كونتي، يعني حاجه غريبه جدا، لكن هو اكتفى بتحذير توخل بعدم التوجه اليه، يعني خاصه المباراه كمان كانت داخل الخطوط انتهت بالتعادل 2-2. وكان امر برده ثاني هرجع اقول لحضراتكم غريب، والناس حتى على تويتر تحديدا كانت كتير كاتبه تويتس اللي هو يعني مش مشهد كومن، تاني اتنين قامات كبيره طبعا. حاجه زي كده تحصل، واعتراض كمان خلي بالك اعتراض، واضح ان التحكيم فيه مشكله السيزون ده بتتكلم على الله اتعادوا مننا يعني ولا ايه؟ يعني فاهم مش كومن قوي ان يحصل شجار، يعني ممكن يكون الكيسز اللي انا حكيتها لحضراتكم حصل فيها شجار قبل كده، بس ان يحصل شجار على اعتراض مدرب على قرار من الحكم او على هدف معين دي مش كومن قوي في البريميوم ليج، ف لا في علامات كتير. استفهام طبعا غريبه شويه بس ده اللي كان حصل صحيح يعني. ما بتحصلش كتير، ولو لا. حصلت ما بتتصعدش للدرجه مش الدرجه دي خالص، ولو حصل وتصعدت عاده ما بيكونش الطرفين اتنين من اصحاب الاسماء الثقيله في دنيا الاداره الفنيه والتدريب.